بس انت ما ينفعش كل حاجه تاخدها على اعصابك كده، هيجرالك حاجه، الدنيا مش مستاهله كل ده يعني. غصب عنها يا انغام، اعمل ايه يعني؟ ما انت شايفه. سيبك من الكلام ده دلوقتي، قولي لي المكان عجبك؟ تحفه تحفه. طب حلو، تعالي بقى اوريك المنظر من بره. انسى، انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا كويس اني قاعده معاك هنا اصلا. طب ده كلام، فوبيا وانت معايا؟ طب انا عندي علاجك، والله العظيم لعالجك من الفوبيا دي. هاخدك كل يوم هنا وبصي من فوق لتحت، هما يومين بالظبط تبقى زي الفل. انت طلعت متنمر ها؟ ماشي يا عم. لا بس انت شكلك كنت بتيجي هنا كتير قبل كده على فكره. والله العظيم ما حصل، ده حد وصفهولي قلت اجيبك واجي. سيبك من ان احنا فين، انا بصراحه كده يعني مبسوط وانا معاكي، بحس كده ان انا على طبيعتي. لا انا ما كنتش عامله حسابي خالص اني اسمع كلام حلو. اي خدمه، ما تقطعش بقى الاصحاب. خلاص. لا عاوز اكلمك كلمتين بجد، انا عمري ما انسى وقفتك جنبي. لولا وجودك في حياتي انا عمري ما كنت هرجع اقف على رجلي تاني، ولا كنت هرجع اعرف السوركي. عارفه يا انغام، انا طول عمري بقف مع الناس قصاد المخدرات، بس الكلام سهل. ساعه الجد لما رجلي جت في الخايه واتلطيت، حسيت احساس بشع، اختبار صعب قوي، ربنا ما يكتبه على قلب ده اعدائي. وانت كنت قد الامتحان يا عرب. بس انا عايز اسالك سؤال. قولي. انت لسه بتحب حنان؟ حلو السؤال ده، بس انا مش عايزك تزعلي من الاجابه. لا مش هزعل. شايفه المنديل ده؟ شايفه ابيض ازاي؟ حنان بالنسبه لي كانت زي المنديل كده. ودلوقتي بقت كده. حنان بالنسبه لي خلصت خلاص. اتحرقت، دخلت النار برجليها. انا المخدرات خرجت من جسمي، وحنان خرجت من قلبي. ما تتكسفيش بقى. بصراحه كده انا عايز اقول لك على حاجه. انا بصراحه كده حاسس لك احساس كبير قوي يا انغام. انا مش شايف غيرك تنفع ام لعيالي. انا بحبك. ايه؟ بحبني انا؟ انا يا عرب؟ ايوه بحبك انت. هو انت ليه محسساني ان مفيش مني اتنين؟ يا بنتي انت عارفه انت مين وانا مين؟ عارفه. انت عرب السوركي اللي حبيته عشان حاجات كتير قوي، حاجات عمري ما قابلتها مع اي حد عرفته قبل كده. انت بالنسبه لي بكل الدنيا يا عرب. انا اللي محظوظ بيكي. انا مش مصدقه نفسي بجد. قوم كده. في حاجه ولا ايه؟ قوم بس عرب. مين يا راجل؟ الناس بتسقف كده ليه بتتهز؟ انا مش فارق لي اي حاجه. بص انا اوعدك ان عمري ما هزعلك، عمري ما هزعلك يا عرب. يا ست مش وقت زعل، ربنا ما يجيب زعل. خلي بالك ممكن يطلعوا موبايلات ومصوره وهتبقى لقطه، ساعتها مش هقدر اوعدك بحاجه. يلا بينا. لا ماليش دعوه. يلا بس ربنا يهديك يا اخي. مش هنمشي مش هنمشي. ثواني بس، يلا بينا. هيصورونا والله يصورونا. يلا يلا يلا. رجعتك يا عرب يا سويرتي.